هذه المناطق الصحراوية ما ممكن واحد يأمنها. فشوف الخلق عند المخربين والإرهابيين يروحون لهذه الأعمدة ويخربوها، عبوات ناسفة يزرعوا لها، المهم يسقطوها، المهم يسقطوها، يمكن يعطونا $50 $100 وتمشي الأمور. شوفوا الدناء حشاكم اللي صار، إنه مو فقط هاي، شوفوا هذا الفيديو، هذا الفيديو لمواطنين طبعا تم إلقاء القبض عليهم يسرقون كيبل من أحد المناطق. شنو الغاية من الموضوع؟ الغاية تخريب وسرق. هو اللي مد ايده وتدني نفسه على منهولة ويوقع بها شاي ويوقع بها طفل، ما تدني نفسه على أسلاك كهرباء وبها نحاس وبها كذا وكذا. ايش تترجى من انسان هيك؟ وصاعده بالك انطيني صوت. طبعا هذا هو بقضاء الحسينية شمالي بغداد، يعني حقيقة يعني في بغداد. اعطيني بالله خليني نسمع الصوت مالتهم، اعطيني صوت خارجي ايضا. هذا تم القاء القبض عليهم طبعا. تم القاء القبض عليهم. هذا الفيديو يعني شوفوا خلي أقول لكم فد شغلة مشاهدينا، أكو ناس ضعيفة النفس وتشتغل من تلقاء نفسها وتبوك، وهسه يطلع لك واحد يقول لك يا الله عمي جوعانين، عمي كذا عمي كذا. زين يعني عمي كذا من ياخذ وايرات الكهرباء؟ أنت كمواطن مو راح تتأذى إذا انطفت عنك الكهرباء وتقوم تسب وتلعن ليش ما عندنا كهرباء؟ هذا واحد. زين بعدين تعال أسولف لك، هذا مو دا يخرب، مو مخرب. زين هذا من وراء؟ اكو جهة سياسية تدعمه، اكو عصابة تدعمه، اكو جهة اخرى، شو معرفنا؟